الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة للدولار خلال شهر كانون الثاني الماضي، حيث تجاوزت أكثر من 4 مليارات دولار. وذكر البنك أنه باع خلال كانون الثاني الماضي أكثر من 4 مليارات دولارات بمعدل 196 مليونا يوميا، بانخفاض عن شهر كانون الأول الماضي الذي بلغ معدل المبيعات فيه 195 مليونا و 909 آلاف و 396 دينارا. وأشار البنك إلى أن معظم هذه المبيعات ذهبت على شكل حوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية. من جانب آخر، أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن العراق جاء بالمرتبة الخامسة كأكبر مستورد من تركيا خلال العام الماضي 2021. وقالت الهيئة في تقريرها أن صادرات تركيا خلال العام الماضي بلغت 225 مليارا و 291 مليون دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 32.8% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020. وأشارت إلى أن العراق جاء خامسا في صادرات تركيا لدول العالم خلال العام الماضي بقيمة 11 مليارا و 133 مليون دولار. قالت مصادر صحفية أن مجموع إنتاج القمح لمختلف المحافظات العراقية العام الماضي بلغ 4.2 مليون طن والمزروعة على مساحة 9.4 مليون دونم. وأضافت المصادر أن مساحة الأراضي المحصودة منها بلغت 6.3 مليون دونم ليكون مجموع مساحة الأراضي المتضررة 3 مليون دونم، معظمها في محافظة نينوى التي بلغ حجم الأراضي المتضررة فيها 2.7 مليون دونم من أصل 3.6 مليون دونم مزروعة. وأكدت المصادر كذلك أن معدل الإنتاج في الدونم الواحد بلغ بحدود 447 كيلوغرام للدونم الواحد، وهي نسبة تعتبر متدنية وضئيلة جدا مقارنة بمعدل الإنتاج العالمي الذي يبلغ 1200 كيلوغرام للدونم الواحد فقط. وعقب خلاف غير عادي وتصعيد مع شركة إيرباص الأوروبية، توجهت الخطوط الجوية القطرية إلى المنافس التقليدي بوينغ الأمريكية لتوقع معها صفقة ضخمة جدا تقدر ب 20 مليار دولار. وأبرمت شركة بوينغ الأمريكية اتفاقين رئيسيين مع الخطوط الجوية القطرية، ينص أحدهما على بيع الشركة المملوكة من الدوحة 34 طائرات شحن من طراز 777X في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 20 مليار دولار. كما يضمن الاتفاق للخطوط الجوية القطرية الحق في شراء 16 طائرة شحن أخرى من الطراز نفسه. أظهرت بيانات رسمية نمو اقتصادي منطقة اليورو العام الماضي بنسبة 5.2% وسط التعافي من تداعيات كورونا، الذي تسبب هو الآخر في انكماش قياسي بنسبة 6.4%. وقال مكتب الإحصاء الاتحادي أن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو سجل نمواً بنسبة 0.3% في الربع الأخير من العام الماضي، قياساً على نمو وصل إلى 2.3% بالربع الثالث وسط تأثيرات متغير متحور أوميكرون. أظهرت بيانات تسجيل الاتحاد الأوروبي نمواً سنوياً ملحوظاً بنسبة 5.9% خلال 2021. متابعة ممتعة مع أسعار العملات.
شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.